عمليه الكاتب العام للجامعه الوطنيه للجمعيات المستهلكه. فاليوم عندنا افتتاح ديال الشباك ديال المدينه الجديده، وهذا الشباك هذا كيدخل في اطار ديال الشبابيك المهنيه اللي كتواجد في بعض المدن ديال المغرب، واللي الجامعه الوطنيه عندها واحد تسعود ديال الشبابيك ديال المستهلك اللي هي مهنيه، من بين 21 شباك اللي هو هم شبابيك اللي كاينين كيتواجدوا على التراب ديال المملكه. فالدور ديال هذا الشباك هذا هو دور اللي كيساهم باش تطور وتكون واحد صله وصل ولا صله قرب بين المستهلك والجمعيه. شباك حمايه المستهلك كيعطي النصح ويعطي الارشاد ويعطي كذلك التوجيه وكيساعد في حلول المشاكل ديال المستهلكين. شباك المستهلك المهني حاليا بمساهمة وزارة التجارة والصناعة والدعم المالي من طرف الوزارة هذه، شباك ديال المستهلك المهني عنده مستخدم اللي غادي يكون طيلة الأيام ديال العمل، عنده وسائل ديال العمل ديالو، عنده الإمكانيات المادية باش يمكن أنه يعاون المستهلكين في حلول مشاكلهم وفي تقريب وجهة النظر أو لا حلول المشاكل بين المورد والمستهلك. الله يكمل بخير.